ثم هناك صراع من أجل الثروة، الاستغلال الفاحش للثروات الوطنية بدون احترام القوانين الوطنية والدولية. هذا خرق سافر للقوانين الدولية اللي موقع عليها المغرب، طريقة استغلال المناجم فيها قوانين وضوابط لا تحترم في ورزازات، لا تحترم في إمدر، لا تحترم في تزود، لا تحترم في كل مناجم اللي كتعطي الخيرات ديال البلاد وما كتناقش لا في البرلمان لا في الحكومة، وكتمشي لجهات مجهولة وما كنعرفوش شكون اللي كيستفد منها. في كل بلد من البلدان الديمقراطية ثروات ديال البلاد موضوع نقاش عمومي مفتوح، لا في البرلمان ولا في الحكومة ولا في الصحافة. عندنا احنا طابو من الطابوهات الثروات البلاد، بينما الثروات هي ملك للمغاربة وما يمكنش أبدا يتستغلوا هذه الثروات بدون احترام القانون. قانون القوانين الوطنية كاينة وأيضا القوانين الدولية، لأن أول بند في القانون الدولي ديال استغلال المناجم كيقول لك لا يجوز لأي دولة استغلال منجم من المناجم على حساب مصالح السكان. واللي كيتعمل في المغرب هو أن كل المناجم كتستغل على حساب المصالح، كيخلي لك المنجم واحد اللاك ديال الميركور، المواد السامة القاتلة اللي كتسرب المياه الباطنية وكيقتل الحيوانات، كيهدد المواطنين بالصحة وبأمراض ديال سرطانية من بعد 15-20 سنة وأزيد، أيضا كيقتل الغطاء النباتي، أيضا كيمتص المياه وكيخلق الجفاف. ثم في النهاية المواطنون ديال المناطق ما كيشوفوش النتيجة ديال هذا المنجم على الوضع ديالهم اليومي. خصنا المناجم تكون مناجم مواطنة. شنو هو المنجم المواطن؟ المنجم المواطن هو المنجم اللي كياخذ الخيرات البلد وكيخلي السكان قسط ديالهم في المستشفيات، كيخلي قسط ديالهم في المدارس، كيخلي قسط ديال الثروة في الطرقات المعبدة وفي الامبيلونس اللي ينقذ النساء الحوامل وينقذ المرضى. هذا الشيء كله خصو يبان في المناطق المهمشة اللي فيها الثروات، ولكن باش السلطة تأخذ الثروة وتخلي الناس في الفقر هذا الشيء ينبغي إدانته بصوت عال داخل الوطن وخارج الوطن، لأنه خرق سافر. إذن